في آخر لقاء بيننا وشاهدته بالصدفة، ما كانت المرة الوحيدة التي ألتقي فيها، كنا خارجا من استوديو وأنا داخل إليه، قال لي بأنه زوجته الله يحفظها يعني تشبهه بظافر العاني. فلما سألت ليش، قال لأنك مثلي، يعني تقول كلمتك بصراحة دون أن يظهر على وجهك ملامح الغضب أو الانفعال. الحقيقة الشهيد الهاشمي يعني مو كان فقط يعني رجل علمي ورجل مليء بالمعلومات ومجتهد، رجل مجتهد كان في الحصول على المعلومة وتدقيقها، وإنما أيضا كان شخصية وطنية وغير متحيزة. التحيز الوحيد الذي كان عنده هو التحيز للعراق. إلقاء القبض أو معاقبة قتلة الهاشمي هو إنصاف لكل القوى الوطنية والتشرينيين وكل صاحب فكر نير، هو إنصاف لهم جميعا.